السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو on va faire la correction de l'exercice 10 11 passant 40 et exercice 12 passant 40. لماذا التنسي troisième année بيوف dans le cours la puissance électrique القدرة الكهربائية. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. exercice 10 quel est le bon schéma. إذن هنا نختاروا شنو هي الشيما الصحيح او المونتاج الصحيح. Parmi les schémas de montage schématisés, on a dit, c'est du celui lequel permet de déterminer la puissance reçue par la lampe. Est-ce qu'il y a mon, est-ce qu'il y a schéma limitlina déterminer, حدد لنا القدرة الكهربائية ديال هاد إيش المستهلكة أو ديال المصباح. إن عدنا لنا عدنا هنا لي دي بول، عدنا هنا جينيراتور، عدنا فولتمتر، عدنا لا لامب، عدنا أمبيرمتر. كلهم فيهم هاد لي دي بول. ولكن خصنا نعرفوا الشيما اي صحيح على المونتاج اللي صحيح. اذا هنا نشوفوا دابا ندير واحد الغابيل تيقول لك الامبيرمتر كيف يركب، كيفاش نركبوا الامبيرمتر. ديما الامبيرمتر يركب على التوالي. اذا هنا خطا، هذا خطا، هذا صحيح. ولكن هنا مشيو للفولتمتر، الفولتمتر تيتركب على ماشي على التوالي، على التوازي. اذا هنا قلنا هذا خطا لان داروا الامبيرمتر اون ديريفاسيون، اذا اون باراليل نقول اون ديريفاسيون، هنا على التوازي. إذا هنا خطا، هاد الامبيرمتر على التوازي، ولكن هنا الامبيرمتر صحيح ولكن الفولتمتر خصو يكون على التوازي. إذا اللي خصنا نعرفو بهادشي كلشي أن الامبيرمتر ركب على التوالي وهو اون سيغي، والفولتمتر على التوازي مع ديبول. شكون هو لي ديبول؟ هو لا لامب. إذا صحيح هو سي مونتاج سي. إذا نكتبو بأن لو مونتاج كي بيغمي دو تيرميني لا بويسونس روسي باغ لا لامب هو المونتاج سي. علاش؟ قلنا بان الامبيرمتر اي اون سيري والفولتمتر اون ديريفاسيون اي اون باراليل. اذا هنا باغ لو مونتاج سي كار هادو ضروري التعليل ديالو هنا تيقول خصهم يديروا جيستيفيكاسيون كار الامبيرمتر اي برونشي ديما هو ديما برونشي اون سيري وهو على التوالي افيك لا لامب ها هي اون سيري والفولتمتر حتى هو على التوازي اون باراليل اون ديريفاسيون تنقول حنا اون ديريفاسيون مابقاش اون باراليل avec la lampe. Monsieur d'abord l'exercice de le convertir en convertir had had les puissances 1000 kilowatts watts etc. اذا حنا اول حاجه خصنا ضروري نديروا واش ندير واحد جدول باش نعرفوا كل الوحده. اذا الجدول اللي يكون على الشكل التالي عندنا وات وعندنا كيلووات وعندنا الميجاوات صافي هذا اللي كاين والميلي وات. اذا شحال كاينين 1 2 3 4 نديروا جدول على هذا الشكل التالي ها جيجا وات ميجا وات كيلو وات وات او ميلي وات. هذه راه ميلي وات، هذه ميلي وات، هذه ميجا وات، هذا جيجا وات. اذا حنا نمشيو دابا نشوفوا 28 كيلو وات. هاد 28 كيلو وات فين هي؟ هاد الويت خصها هو لونيتي هو تكون الوحدات. اذا خصها تكون هنا هي 28، هذه هي 28 كيلو وات. شحال فيها من الوات؟ هي هذه. اذا فيها هاد العدد وهو 28000. اذا هنا نكتبوا بان 28 كيلو وات هي 28000 وات. نمشيو لا ميم شوز ثاني هنا ميجا وات. ميجا وات فين هي الميجا وات؟ على الميجا وات. اذا هنا 0.0398 شحال فيها من الوات؟ تكون هنا هذه هي المالية. هذه شحال فيها من الوات؟ هي 398000. اذا هنا هو هذا العدد. هذا الشيء راه ساهل، هنا خصك تعرف الجدول. نمشيو لا تروازيام 15.6 كيلو وات. كيلو وات هو هذا. اذا هنا تكون 16.6. اذا شحال فيها من الوات؟ هي هذه تكون فيها 15600. نمشيو ثاني لا تروازيام، عندنا هنا 67 وات. 67 وات هي هذه، هاي 67 وات. شحال فيها من الكيلو وات؟ خصنا نديرو 0.067. نمشيو ثاني 2.5 جيجا وات. 2.5 جيجا وات، هاي 2.5 جيجا وات. 2.6 جيجا وات، شحال فيها من اش من الكيلو وات؟ هي فيها، إذا فيها تقريبا هي عندنا هنا جت المليون وستمية الف. اذا هنا هي هادي. عندنا هنا دابا 12630 ميغا ميلي وات، هادي ماشي ميغا ميلي وات، لان ملي تكون ام ماجيسكول راه ميغا، ملي تكون ام مينيسكول ميلي. اذا هنا هو هذا
هي شحال فيها من الوات؟ هي تقريبا 12.63. هذا بالنسبه للتحويل، هذا راه ساهل بالنسبه للتحويل. نمشيو للاكزرسيس اللي مهم، وهو اكزرسيس 12. يوتيليزي لي فالور نومينال، اي استعمال او نستعملوهاش القيمه ديال الاسميه. سيغ لو كيلو، لو كيلو دو لومب، اذا هي العقب، العقب ديال لا لومب، هذيك لا لومب اللي تيكون تقال العقب تيكون من الالومنيوم، تيكون مكتوب فيه واحد الاشارات اغرافي لا فالور سي وات، مكتوبه فيه 6 وات. رشيد في فونكسيوني سيت لامب سو اون تونسيون دو 4 فولت، اذا هو مكتوبه فيه 6 وات، هو دار فيه واحد طونسيون 4 وات. دون سي كونديسيون لا لامب اي ترافيرسي با ان كورو دونتونسيتي 500 ملي امبير. اذا بالنسبه لينا هنا هاد لا لامب راه تيمر فيها واحد التيار كهربائي وهو 500 ملي امبير. بريميرمون كالك بوسونس غوسي باغ لا لامب لوغ دو سون فونكسيونمون. اذا هنا نكالكيلو بي، ولكن نحطو لي دوني. اذا حنا شنو نحطو؟ نحطو بان هاد 6 6 وات راه هي البويسونس نومينال، بويسونس نومينال ديال اش ديال لا لامب. اشنو هي 4 فولت؟ 4 فولت هي لا طونسيون، ترمزو ليها ب U وهي 4 فولت. اشنو هي 500 ملي امبير؟ وهي شده التيار المره فاش في لا لامب، هي 500 ملي امبير. اذا هنا دابا نديرو كالكول لا بويسونس غوسي. اشنو هي العلاقه اللي نديرو؟ هو نديرو بان بي تيكالا U فوا I، نخرجو بي ديال اش ديال المستهلكه غوسي باغ لا لامب، نقارنوها مع هذا باش نجاوبو. اذا هنا نخرجو بعدا كهادي، اذا عندنا شنو؟ اون بي تيكالا U فوا I ابليكاسيون نيميريك، اذا 4 فولت فوا 500 ملي امبير. هذيك 500 ملي امبير نحولوها لامبير، هي 0.5 امبير. شحال تعطينا؟ تعطينا 2 وات. اذا 4 فولت فوا 0.5 تعطينا 2 وات. اشنو هي هذه؟ وهي لا بويسونس غوسي. دوزيامون لا لامب اكلير تيل نورمالمون جوستيف تا ريبونس. اذا واش هذا المصباح ايكون الاضاءه ديالو عاديه نورمال؟ هنا جوج وات، ولكن شحال هو السلك؟ 6 وات. اذا ما درناش، ما وصلش لينا 6 باش نقولوا نورمال. اذا هي انفيريور، اذا تكون ليكلا اي فيبل. اذا نو لا لامب ني با اكليري نورمالمون. علاش؟ لا بويسونس روسي اي انفيريور ا لا بويسونس نومينال. باش خصو يكون تقريبي، خصو يكون هنا 6 ولا 5.9، خصو يكون بان ديما لا بويسونس نومينال سي لا بويسونس او لا لامب اش اكلير نورمالمون. الى استهلك لينا 6 وات نقولوا بان راه كاين نورمال. هنا لا ليكلا اي فيبل كار لا بويسونس روسي بار لا لامب هي 2 وات اي انفيريور ا لا بويسونس نومينال. اذا نكتبوا هادي كاع بي روسي هي انفيريور. اذا تلاحظوا بان دائما خصنا نخدموا باش خصنا الاجهزه نخدموا بهاد لي بويسونس نومينال ولا طونسيون نومينال ولا لانتونسيتي نومينال، وهي تسمى الاسميه اللي وضعها الصانع. علاش؟ باش تخدم بصفه عاديه. هذا كل ما لدينا بالنسبه لاكزرسيس 10 و 11 و 12 باسون 40. اوفوار على بروشين.